اليوم الثاني على التوالي اعتصم الشيخ أحمد الأسير وأنصاره في صيدا، ولليوم الثاني على التوالي فرض الجيش طوقاً محكماً أبقى إمام مسجد بلال بن رباح ومحبيه في محيط المسجد والإعلام خارجه، فأعلنه الأسير حصاراً إعلامياً أمنياً. المشهد مطابق لمثيله يوم الجمعة، تجمع ثم خطوات معدودة خارج حرم المسجد، هتافات منددة بحزب الله وأمينه العام، وأخيراً كلمة للأسير رفض فيها أن يكون أهل السنة في لبنان الحلقة الأضعف، ملوحاً بالتصعيد: في شباب كانوا بيناتنا من كم شهر ما بيقلوا شجاعة ولا كرامة ولا حماسة ولا غير على كرامتنا ووجودنا في لبنان، هن صاروا الآن تحت التراب بس منعتقد عند رب الأرباب. اشتقولنا واشتقنا لهم، انتوا بكرة ان شاء الله الساعة 4 مدعوين لزيارتهم على الضريح حتى ناخد منكم عهد وميثاق أمام الله. الساعة 4 بتكونوا موجودين تحت سلمياً. وفي مقابل تحركات الأسير، مسيرة شعبية دعا إليها التنظيم الشعبي الناصري في 10 من صباح الأحد رفضاً للمظاهر المسلحة ولكل أشكال التطرف، تحرك يأتي في ذكرى استشهاد المناضل معروف سعد. أما في الذكرى 28 لتحرير صيدا من الاحتلال الإسرائيلي، فأطل رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة من ثانوية رفيق الحريري في المدينة، مؤكداً تصميمه على إبقاء صيدا مدينة الانفتاح والتعايش. نحن لا نوافق على التهجم على أي مجموعة أو فئة تسكن المدينة، لأن الجميع هم أهلها وسكانها طالما يلتزمون القوانين، كما أننا لا نوافق على التهجم على مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية ورموزها. ليس مقبولاً حمل السلاح في المدينة والتهديد باستعماله، على الدولة أن تحزم أمرها وتطبق القانون على الجميع، لأن ترددها وعجزها وغض النظر عمن يسلب هيبتها يؤدي إلى تسيب الأوضاع. إذن فأحد صيدا على موعد مع تحرك صباحي وآخر في ساعات العصر يتحدى فيه الأسير القرارات الأمنية بدعوته إلى زيارة الضريحين عند مستديرة مكسر العبد. لأن حرب الأسير حرب لا هوادة فيها، ليس مع سلاح حزب الله وحسب، بل حتى مع شقق عناصره وأعلام مناصريه، فإن الرجل أبى أن تكون نهاية الأسبوع استراحة محارب، فلا استراح ولا أراح صيدا، وأعلن يوم الأحد موعداً للتصعيد. من صيدا، رونا حلبي، قناة الجديد.